تحية نضالية لكافة الجماهير الشعبية كيف ما كتشوفوا في هاد الحوارات واللي خاد الزيارات المشبوهة باللي الساكنة كتعاني من مطالب وهاد المسؤولين المنسيين من طرف يعني هاد المسؤولين اللي كيتناساو المطالب ديال الشعب هاشنو كيديروا جا الوفد الوزاري بين قوسين ما خرجش شاف شنو هي المطالب ديال الساكنه وحنا كنحملوا المسؤوليه في هذا الشيء اللي وقع من خلال العماله في اقليم دريوش الفاقده الشرعيه. سبوها اولاد الشعبي فضحوها زيارات المشبوهه اولاد الشعبي فضحوها زيارات المشبوهه اولاد